خلينا نودع الأستاذ درويش ربما بسؤال. أستاذ درويش، ألا يحق لأوكرانيا أن تقصف مدنا روسية كما فعلت روسيا بقصف وتدمير وحرق مدن أوكرانية؟ طبعا في الحرب يعني أحيانا تضطر للمهاجمة لكي تدافع عن مناطق كنت قد خسرتها أو يعني لتقوي أوراقك على طاولة المفاوضات، ويبدو هذا ما فعله الأوكرانيون. علما هناك معلومات تقول بأن ليس الأوكرانيين من هاجم الروس، وليس لديهم أي بادرة باتجاه أن يهاجموا الروس، إن كان في الداخل الروسي أو إن كان القوات الروسية. هم في حالة دفاع عن بلدهم، في حالة دفاع عن وطنهم، في حالة دفاع عن سيادتهم أيضا التي انتهكتها روسيا بالتدخل والعدوان على أوكرانيا. أنا أعتقد بأن الدور التركي اليوم يجب دعمه من الغرب، من الأمم المتحدة. يجب أيضا يعني البناء على ما تم التوافق عليه من خلال النقاط الأربعة التي تم التوافق عليها، والبناء عليها للذهاب باتجاه نقاط توافقية جديدة، وعلى الأقل وقف الحرب والذهاب نحو يعني توافقات جديدة أو اتفاقية جديدة، لأن ما يحصل الآن ليس في مصلحة الجميع. الاقتصادات شبه يعني مجمدة، منطقة الشرق الأوسط تعاني من موضوع الأمن الغذائي ومن مسألة يعني تدفق القمح الأوكراني أو الروسي باتجاه دول المنطقة، وبالذات الدول يعني العربية ودول شمال أفريقيا. فهذه الحرب خلقت حالة جديدة وخلقت اصطفافات جديدة. يعني ما كان عدوا لأمريكا في الأمس إن كان فنزويلا أو إيران، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاورهم، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ترسل إليهم وفود ليحاوروهم من أجل يعني إرسال الطاقة النظيفة إلى أوروبا. بس في مسألة أشرت يعني إليها أستاذ درويش بموضوع النفي أو التأكيد، يعني أوكرانيا قالت أنها لن تؤكد ولن تنفي موضوع قصف مدينة بلغورود الروسية، هل هناك احتمال دخول طرف ثالث على الخط هنا؟ أنا أستبعد ذلك، لأن دخول طرف ثالث وبالذات إن كان يعني من أحد دول الناتو، فنحن أمام يعني مرحلة جديدة من الصراع في أوكرانيا، وبالتالي هذا الصراع سيمتد طويلا في حال يعني تمت المواجهة المباشرة بين الناتو وبين روسيا، ويعني قد نصل إلى نتائج لا يحمد عقباها، وبالتالي أعتقد يعني سيكون الروس أمام يعني مرحلة فتح الصراع بشكل كامل، وقد يضطر له لاستخدام النووي كما يعني تحدثوا هم. الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة، شكرا جزيلا لوجودك معنا، شرفتنا في السنة التاسعة.